بيت لقلا تسلم باتون بذلواد معاها حمد لله اللي مشات لعد ومضاقت معاها باتوش على زعمين على المدافعاتني في الكدية ظلوا مانعين لعد معاها ودفاها يوم زيار اللي مشين وحماوي الواد معاها وحماوي الواد معاها من وطي الروم وحالفين يهو ما يوضاها كوني لما تكاملين ضرايحهم رعاها ماتوا معهم مترمدين وش العدو مجاها باعوا الارواح معولين على جنة ما اعطاها عندك يالله وراجين ترحمهم ما خلاها شيتهم زين الشايعين بالدرجة والنزاهة والقاف طلع فرضانين والطلعة مقتضاها كبيت لقلات تلان باتهم بالواد معاها ويقن ويقن لعدو عن ما يقد يقلعها ومشى من ترد عنها وحويقن عاد جهد اعوان وذيك الخاها صاوها بطالين مد رقاب وتبراها وعرف بعد انه ما هرد ما هي بلو مقساها بيه ولاد الهفن سند لها الرب اعطاها حمايتها كان هد حد عليها مغلاها الصيانة مجدي لا اشتد يوم الحرب لجاها لعدو يعرف عن فات حد راس انه يتولاها ومشى عنها مهزوم بعد واسمع لك بمزاها كليت لقلات اللام بات هم بالواد معاها حمد لله اللي مشات لعدو ما ضاقت معاها قنسينا اثنين من انجاو لا هي غزونا ما بطاو عرفوا عن ذاك اللي لها وفيها اخبار وقساها هذو الابطال الماسها وعن حماية حماها باتوا في الدفعة واو واو ينصاعوا من مقفاها كرهوها بعد لا تلاو يطمعها قنص وراها كليت الابطال اللي انشاو درجتها تورخناها كليت القلات اللام باتوا بذلوات معاها عبد الله اللي انشاف لعب الله كناصر